الآن أبنائي، المسألة التالية اللي هي مثلا 40 تقسيم 10. لاحظ أن هذه القسمة على 10، القسمة على 10. بدنا نحل المسألة زي ما حكينا، من قيم 0 مع أخوه مع بعض، هدول بيطلعوا مع بعض، يا بيضلوا مع بعض أو إنهم بيطلعوا مع بعض. فحذفنا 0 مع أخو الصفر الثاني، شو ضل عندي أنا هون؟ ضل 4، بمسكها وبحطها عندي اليساوي. كمان وحدة مثلا 70 تقسيم 10، 0 مقابل 0 ثاني، فشو ضل معي أنا هون؟ ضل معي 7، بمسك هاي 7 وبحطها عند الناتج. ليه؟ لأني لو ضربت 7 ضرب 10 بيعطيني 70، 4 ضرب 10 بيعطيني 40. طيب بدي أطبق أنا هذا الحكي باستخدام القسمة الطويلة. كيف؟ نرسم إشارة القسمة، بنحط المقسوم اللي هو هاد رقم 1، خلينا نرقم، وهي رقم 2 وهي رقم 3. رقم 1 بدنا نحطه هون اللي هو 40. العشرة المقسوم عليه بدي أحطه برا، هون بدنا نحط المقسوم عليه العشرة هي هون. طيب هلأ أنا خليني أحكي شو هو العدد اللي إذا ضربته بعشرة الناتج 40، أكيد هو 4. ولو كمان حليناها بالطريقة الثانية إني أحذف 0 مقابل 0، الجواب عندي 4. بحط كمان إشارة ضرب صغيرة هون، 4 ضرب 10 يساوي 40. كمان نحل المسألة الثانية، هاي إشارة القسمة الطويلة. يلا بدنا نحط المقسوم اللي هو 70 في الداخل، العشرة في الخارج المقسوم عليه. 70 تقسيم 10 يساوي 7، 7 ضرب 10 يساوي 70. طيب مثلا 800 تقسيم 10، بحذف 0 مع 0، شو ضل عندي أنا هون؟ ضل عندي 80، بمسكه وبحطه جنب اليساوي، إذن الناتج عندي 80. طب خلينا نحلها يا مس باستخدام القسمة الطويلة. يلا نحلها، خلينا نحلها، بنرسم إشارة القسمة الطويلة، بنكتب المقسوم اللي هي 800 في الداخل، المقسوم عليه اللي هو العشرة في الخارج، وبنحذف 0 مكان 0، 0 مع 0، بيطلعوا مع بعض هدول، ما بيتخلوا عن بعض، يا بيضلوا مع بعض يا بيروحوا مع بعض. شو ضل عندي هون؟ ضل عندي 80، 80 ضرب 10 يساوي 800. طيب يا مس أعطينا كمان مسألة في القسمة على 10، مثلا 500 تقسيم 10. يلا خلينا نحلها باستخدام القسمة الطويلة. يلا بنرسم إشارة القسمة الطويلة، بنحط 500 المقسوم في الداخل، العشرة المقسوم عليه في الخارج، 500 تقسيم 10، شو العدد اللي بضربه بعشرة بيعطيني 500، خلينا نحذف 0 مع صاحبه، هدول الاثنين صحاب كتير، يا بيضلوا مع بعض يا بيروحوا مع بعض. شو ضل معي أنا هون؟ ضل معي 50 ضرب 10 يساوي 500. فإذا يا تالت، عند القسمة على 10 نحذف الأصفار. فهون عند القسمة على عدد على 10 مثل 90 تقسيم 10، ماذا تلاحظ؟ أننا حذفنا الأصفار. تمام، خلينا نحل. أنا رح أحل هدول المسألتين، وإنتوا يا تالت هدول حيكونوا واجب أنت تحلهم. تمام؟ يلا يا حبيبي، رح نحذف 0 مع صاحبه، شو ضل عندي أنا هون؟ ضل عندي 3، يا الله ما أسهلها. يلا التانية، 0
مع صاحبه. شو ضل عندي هون؟ ضل عندي 4. 40 تقسيم 10 يساوي 4، 30 تقسيم 10 يساوي 3. خلينا نتأكد يا ماما من الحل، منحط إشارة ضرب جنب اليساوي. 3 ضرب 10 يساوي 30، وأربعة ضرب 10 أو 10 ضرب 4 يساوي 40. إذا الحل صحيح. هون يا تالت بدنا تحل لي هدول المسألتين لحالك مع إيش؟ التحقق. هون إن شاء الله. يلا خلينا نشوف القسمة على 5. أرادت رؤى، رؤى طبعا هون انكتبت الهمزة على واو لأنه شو إجا قبليها؟ ضمة. أرادت رؤى توزيع 30 حبة تفاح على 5 أطباق بالتساوي. اتفقنا إنه بس نشوف في بالجملة كلمة تساوي نعرف إنها قسمة، هذا مفتاح الحل. ما عدد الحبات التي ستضعها في الطبق الواحد؟ هل يمكنك مساعدتها على ذلك؟ إذا لاحظ يا بني هناك 30 حبة تفاح وعندها 5 أطباق، 1 2 3 4 5، بدها تستعمل الخمس أطباق في توزيع 30 حبة وبدها تحطهم بالتساوي، فإذا المسألة قسمة. آها كيف بدنا نحلها يا ماما؟ رح نحلها باستخدام القسمة. طيب يا مس يعني إيش بدنا نحط؟ بدنا نحط 30 اللي هو المقسوم تقسيم 5 اللي هو المقسوم عليه يساوي شو هو العدد اللي بس أضربه بخمسة بيعطيني 30. يلا إذا هو 6. لا تنسى تحط دائما فوق اليساوي ضرب. بدنا نعمل إحنا حيلة على القسمة وبدنا نقولها إحنا يا قسمة مش رح نستغني عن الضرب وبدنا نحط إشارة الضرب.